إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشد الصدم تدريب ثالث ليلتك صدحات وائم اسكوها بي اسكونها جاج بين الكلمات ريضة في القائمة كتر الليسك ألف قيبت ألف ليس باتحا وعدكوها بيسا يو ما يناسبها وحكوها بون اي كتر في القائمة الليسك با قيبت تحن اي بعض مدولي بكولي هايسي واكتب العبارة هذا الكؤوس والتوحد كقرطا قولك في جيم قيبت جيم كما دبادني اسوكي وحي صدح ذا قيبوت لبدا قيبوت صعود حقان كقر مركو هوري اسرد دونا لبدا اسلي مركو صدح لبادنا waa ku qortaa halka jiimku ku qoran yahay waahid halka waxa qor al amru ba qaimatu al qaimatu alif halka ku qoran waa liiska qaybta alif ama eeda qaybta hore qaybta tamal al qaimatu ba qaybta labaad al amru ba halka ku qoran waxa la doonanaya al amru zaida waxa ku qoran bil ma'ruf dadka waxa wanaagsan la amro dabadeedna iyadoo al amru bil ma'ruf oo socota xaga jiimka ku qor ee banaan اثنين ضبط بهالك هكو قرن ضبط وحكمين يقبشو حقا دمو هكو قرن النفس بهكو قرن مركو هالورنا يا ضبط النفس نفتين وقفكو حكمين مركو عراضو تبان يوضو وصعوت الضبط النفس حقا كو وضقر ثلاثة النهي بهالك هكو قرن النهي هو ديدمو دالك هكو قرن عن المنكر وحندتك انلو ديدو تبان حقا دمو هكو قرن النهي عن المنكر وصعوت أربعة تقوى بهالك هكو قرن تقوى دبدنا جيمك الله با كو قرن تقوى الله عبسيده الهي حقا دبدنا كو ودو قر خمسه غض با كو قرن ان لا فوروريو غض وان لا فوروريو او لا لابو وا كو قرن يادا البصر غض البصر انها ان لا لابو وخي حاران خن لا لابو حقا دبدنا كو ودو قر هلكا وا قرن سته افشاء وافدين يفافين وا كو قرن دادنا السلام افشاء السلام إن لفافية سلامته تبعنا حاجة جيم كيقو اسوى التكقر أقوى قرن سبعة الموت باكو قرن الموت الموت أياكو قرن وحالا دوننا يا مركا والنشور حالكا كو قرن بعضا الموت والنشور waa geerida iyo soo noolaanshaha labadaasaa isku haboon الموت والنشور geeri iyo soo noqosho dib loo noolaado qiyaamaha xaqqa dabadna ku wado qor waxa ku qoran 8 yoom baa ku qoran maalin hada waxa qoran al-qiyama yoomul qiyama maalinta soo kicitaanka dib loo soo baxayo halka ku wado qor halkan 9 waxa qoran aadaab halka qoran aadaab waa dhaqan wanaaga dabadna waxa la oranaya aadaab waxa ku qoran xada الطريق آداب الطريق لقد هناك وضد اللقوم رئيس نام كفره حقنا دبنا لقود قرية عشرة توكلت بالك قرن وحنسكوها اللي أما كوكال صونا دول آميني على الله حقنا قوة قرن على الله إلهي بان يعني آميني انت هالكا إسراع كل كاسايس بوقي تدريب الرابع وحوي ليلس كأفراد اقرأ أغري الجملة جملودها أخري إيو مارتي وضرت هذا الكا ماشا كقرن يوال عبارات هذا اللذا التالية صوص عطا أخري التالية صوص عطا أخري ثم انسج ثم انسج أحبه وأقابه على من والها سأقابه سنتها أدنى قار لمدة أقر مركورة صالة لغسيلة سيب أقريها سيدا سلمدة هذا اللمدة أدنى أقر محالك أقر واحد لا يستقبل القبلة قبلة أتشيد سنمايها دو قفو كاتشي ولا يستدبرها حق الدمر أتشيد مايو تبدأ هذا الكاس تال لا قري لبدأ عبارة كلا ساقر
هذا محاق قرن لا يأكل أخذ عن مايو الطعام أكله أقاسي ولا هكذا من مدبر الرعي أضو ثامس كهذا كبار الله بيسكون من ساقور لا ولا بارك قرن مايا إيا مايا لا ولا ساقور أضو هلك كبو حقوها بون يحرص الناشئ وحكود دالا قفك كوريا مسلم كاهي على تجنب النجاسات إنه كفق هذا وحيابها النجاسة تبدأ ألف بحال قر المسلم الحرام لبدا ببوحيو كبوحي محوها لبقى ريو قاب كاوقر لبش منو قاب كاهر وقر انكش دال قادو يحرص بها دانا لقري وكود داليا تبدأ نساء صوكري وقر وقري ومحل يحرص الناشو على تجنب النجاسات صلى الله تبدأ انتا عين لأيو كالقر لبدا قيود با في مدرستي مرك أو مدرستي سجوا قفك كوريا مسلم كا أو عملها ما قفك مسلم ويشتغلين سو كتشروا يحرص الناشئ وحكود دالا قفك كوريا على تقوى الله عبسيد إلهي في أو بهذا نيدي المسلم على تقوى الله بهذا نيدي تي واحد نقدر تأكله في بيته أو مسجده يحرص المسلم على تقوى الله ساس أكله هذا يقول جواب مسألة تجوا تقوى إلهي بوجود دالا يا وهذا ساس أكله وقرأ بعد على تقوى الله انت ان لو ما هدنا عبسيده الله اد قريسا سوى حتى ميله كلمه مركا جوجا او يعني لميده في متجره وفي طريقه او طريقه غيرتا يعني قفكو مركو جوجا ميشا غرعسيس اما ودود مريان يحرص على تقوى الله انت سو كره ساسو كره اسمي اربعه يحرص الناشئ وحو كدال يا قفكو كوريا على عدم الاكثار الى ان بطن من السهر سو جيدك ان بطن اما كان من الطعام هالك كوكو قرن هالك أنا النوم ساسو هردده أما عنتده أنت هالسوق هذا بيدا قرب عليه قواعد اللغة إما كانوا قواعد ده يصل لجيدا حق اللغة العربية أنواع الخبر وح إما كانوا تلمام يا قيبها أو ككو ما خبركو خبركو قيبو مركو خبركو ماركتي مبتدها الراعو خبر مفردة هي خبر جملة يشبه الجملة صدق هالسوق ربحها صدح ذي بوينوت المامية الأمثلة واتصالياشي أدرس برو والله حدو فيرسو ألف يبقى يتشيم صدح لها قيبات بوقري وحوه الرأي قيبتي مفرد كأهيد واحد العلم نور أقانت وافتين كفك هكتأوه قاميسا ووناقكو هكتأ اثنين عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين وهو يدى مؤمنين تأوردن حق حربات إيا شرفتا إيا كالينتي وقجرتو ثلاثة الروات وريياشو عدول وقار عادلين وانا هين قار مارتي مارتي دقن حمو يفسق يوحاش غاكم له وعادلين اربعة المسلمات الدبر كمسلمات كاهي صادقات وقار روشه قوي هذه اسلام نودو اي ربتهاي خمسة الطالبات ارضيضها هبلها اهي ناجحات ويقوليستين وعقو قوليستين يعني وحبرشدو دي امتحانة دي ستة المسلمون الصائمون مسلمين تي وي سوميهن انت سودن خبر كاس وو شيغ دوناي وا مفرد مفرد سر هلك waxaa looga jeeda marka baabul mubtada wal khabar la marayo ma laysa jumlatan wala shiba jumlatin waxa aan jumla ahayn ama aan jumla wa keen bar la mufrad ama mufradki ha noqdo baabul i'rab ama musanna ha noqdo ama jamaa ha noqdo ba al ilmu ilmigu ya aqoontu sha'nuhu arintiisu ilmiga guud ahaan ba adim wa wahwi wax la dhayalsan karo ma aha aqoontu waa arin weyn adduunyada iyo aakhiraba wax weyn buu ku yahay cilmigu gaar ahaan kulku cilmi diini yahay itniin al jahlu aqoon la'aanta iyo in dhala'aantu waqcuhu ku dhicida uu qofka ku dhaca wakhiimun aad bay u xun tahay inuu qofku qof jaahilihi jahli inuu ku dhaco waa qoom darra uu la noolaada waa arin xun talaata al madinatu magaalada madiina ama magaalada guud ahaan magaalada wa magaalo ma laga hadlayo magaalo weyn oo caasimada anwaaruha leedarkeedu saadicatu wa iftiimayaan leedarku aad baa u baxayaan arbaa zakatu zakada la bixiye ee waajibka ahi tudahiru nufusa nafaha bin aana kay mayda dunuubtay ka mayda iyo xumaantii dhaqan xumadaba iyo bakhaylnimada iyo xilamidka ah khamsa aswaaku cadaygu yutayibu wuxuu wanaajiya oo udgooneya tiibku soo udgoon maaha yutayibu wuxuu udgooneynaya wanaajinaya الفم أفكا ستة القاتل قفك الدلاء قفك ودحل لها لا يرث وحواك كما دحلو شرعيا لهم وقال لهم دحل كسو قيب قلو كواسنا
waxa weeye uu ku sheegay waa khabarkii oo jumla ah oo ama jumla ismiya ah ama jumla ficiliya ah jim waa qaybta saddexaad ee waahid assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina ha ahaato waa calaykum baa khabar noqotay waa shibul jumla waayo waa jaariya majruur itniin albarakatu fi taqwa barakadu cabsida ilaahay bay ku jirtaa kanna waa sidii oo kale fi taqwa baa khabara waa jaariya majruur waa shibul jumla talaata alcarabiyatu carabigii oo af carabiga ahi bayna yadayka waa kitaabka la dhigaynaa magaciisi hortaadu yaallaa bayna waa darfu makaan mar hadduu darf noqdo ama makaan ama zabaan ha ahaadee waa shibhu jumla isaguna khabarkaasi arbaca aljannatu jannadu taxta aqdaami lummuhaad cagaha hooyada iyo gomadaha hooyooyinka ayay ku hoos jirtaa lagala baxaa yacni qofku hadduu hooyooyinka u samanfalo janna ayay u hogaamin kartaa marka taxta waa darfu makaan iyaduna waa shibhul jumla markaa khamsa asabru cinda sadmati luula adkaysiga wanaagii ajriga lagu helaa waa jugta hore yacni qofku markii gigta hore ku dhacdo hadday dhibaato ku dhacdo oo dhibaatada dabeedna markii uu sabro oo xagga ilaahay u noqdo yacni markaasa ajrigii uu u sugnaanaya sita almawcidu ballantu waxa weeye bayna alcishaa'ayni labada cishaa'i dhexdooda waa maqribkii cishaa'iga min baabi taqliib ayay ballanteenu tahay mawcidku ballantii dabeedna bayna waa darfu makaan waa darfu zamaan oo eeg markii hore maxaynu nihi bayna yadayka waa darfu makaan baynu nihi imika waxaynu bayna alcishaa'ayni waa darfu zamaan waxaa jirta duruufta qaar kulba wixii loo idaafiyay noqda yadayka waa hortaada waa makaan cishaa'ayna waa waqti dabeedna bayna marra darfu zamaan bay noqotaa marra darfu makaan kolba waxaa ka dambeeya ayaa go'aaminaya taa haddaba isagaa ku sharxaya kada asharxu waa faallayn iyo falanqayn iyo faahfaahin lagu samaynayo wixii horeynu soo tilmaanay laaxid u fiirso adigu alkhabar khabarka eeg ku jira fil qaa'imati liiska alif qaybta alif khabarka istaba taxanu fiirso tajid waxaad heli annahu isagu waa khabarkaasi mufradun waa mufrad wahuwa isagu mufrad wahuwa mufradku u fiirso mufradka marka naxwadood marayso meelo badan mara oo mufradku marka munaadaha la maro la marayo waa mufrad gaara marka la marayo baabul icraabna waa mid kale marka la marayo baabul mubtada wal khabarina waa mid kale kii mubtadaha iyo khabarka imika hadaba lagu sheegaya wahuwa haddaba mufradku ma huna halkan marka mubtada iyo khabar ka marayna mufrad maxaa la yidhaa maa laysa jumlatan waa wixii aan jumlad ahayn walaa shibha jumlatin jumlana aanu ekayn haddii la marayo baabul mubtada wal khabar mufradka kaasaa la yidhaahdaa laakiin dee baabul icraab markaad marayso waa wixii aan mutanna ahayn jamacna ahayn aan mulxaqna u ahayn ayuu noqonaya uu ka duwanaanaya idan markaa hadaba idan haddaba hadduu sidaa yahay khabarku mufradka ahi mufradku hadduu sidaa yahay idan haddaba nuurun ereg la yidhaahdo oo mufradkii khabarkii u horreeyay alcilmu nuurun aynu soo nidhi mufradun waa mufrad baabul icraabna waa ku mufrad baabul mubtada wal khabarna waa ku mufrado dee waxa weeyaan waa ismi shay qura ku tusaya wa kadaalika ummuna waa mufrad iyadu wasaa'imunana waa mufrad u fiirso oo umun garanaye wasaa'imuna waa jamac mudakaru saalim laakiin baabul mubtada wal khabar marka la joogo waa mufrad waayo ma jumla maya shibu jumla miyuha maya marka waa mufrad wasaadiqaatuna waa mufrad oo iyaduna waa jamcu maana saalim haddaynu baabul icraab joogno mufrad ma aha waa jamcu maana saalim laakiin haddaynu halkan joogno waa mufrad wa cuduulun waa jamcu taksiir iyaduna waxa weeye waa mufrad haddaynu baabul mubtada wal khabari joogno laakiin haddaynu baabul icraab joogno waa jamca mufrad ma aha wa naajixaatuna waa mufrad waayo waa jamcu maana saalim mubtadiya khabar midna ma aha jumlad ma aha kule haddaanu shubu jumlaiyo jumlaiyo shubu jumla midnaba haddaanu ahayn waa mufrad mufradun kuwaasina waa mufrad wa in dalla haba tilmaama buu yihi waxaasoo dhammi calatasineti xataa hadday laba tilmaamayaan awljamci ama jamac uu tilmaamayo kol haddii baabul khabar iyo mubtada iyo khabar la joogo waa mufradun laaxid u fiirso haddana alkhabara khabarka fi lqaa'imati ba liiska ba inta ku jirta haddana eeg tajid waxaad heli ood ku arki ood ogaan annahu khabarkaasi fi lamhilati thalaathati luula saddexda tusaale ee ugu horeeya oo kale ah alcilmu sha'nuhu cadiim aljahlu waqcuhu waqiim almadiinatu anwaaruhaa saaqicatun saddexdaa tusaale ee u horeeya khabarku waa jumalan ismiyatan waa jumlooyin ismi intaasoo dhan oo maxaa yeelay alcilmu waa mubtadi sha'nuhuna waa mubtada labadoo ka daba dhacay alcadiimuna waa khabarka mubtadaha labaad waxaa markaa jumla ah sha'nuhu cadiimun baa jumla ah jumladaasoo wada socotaa khabar u ah mubtadaha hore aljahlu waa mubtadi waqcuhuna waa mubtada labadoo ka daba dhacay yacni wakhiimna waa khabarkii mubtadaha labaad mubtadaha labaad iyo khabarkiisa wada socdaana waxay khabar u yihiin mubtadihii hore
هذا كذا كوا خلنا والله ميت. وفي ثلاثة الأخيرة صدح صارئة ضمبنا جملة فعلية خبر كوا جملوي فعلية صدح صارئة ضمب ماذا نسوى قادنا تصارهان وهكم إذا وهكم إذا الزكاة تطهر النفوس زكاد واحد نذيف في صار نفها الزكاة هو مبتدي تطهر هو فعل مضارع فعل كذا وهي وحقنا قرية فعل كذا وهي زكاة هو نقرية النفوس هو مبتد ومفعول كي خبرك عفوا فعل كي فعل كي مفعول كي صوت الصعداء وجملة فعلية أو خبر أم حي مبتديه هراء مرجع خبر كان مفرد ما هي وخبر جملة فعلية السواق عظيم يطيبه وح أدقونية وناتية الفم أفكا أسواق هو مبتدي يطيب هو فعل مضارع فعل كي سوى هو سواق النقنية الفم هو مفعول به هذا ما هوها دبا ذات وها جملة فعل كه فعل كه يفعل كه مفعول كه وضطها وها خبر وطهاي متداهرة هذا ما خبر كاسم مفرد باء وما وخبر جملة القاتل لا يرث ولا مت القاتل المتدي لا هو حرف النفي يرث هو فعل مضارع فعل كسن وهو مفعول مرها تبدل جملة فعل كيف فعل كيف خبر طاي متدهورة مركب خبر كاسمها خبر مفردي وخبر جملة أبا الأورنية هذا وحيري وفي ثلاثة الأخيرة الجملة فعلية هوي لاحظ واحد أنا وفرستها الخبر خبرك كتير في القائمة الجيم ليسك جيمك خبرك تحن ولحم وصدح ملوي من لحه كركان أو فرسو تجد واحد أوغان أدهري أنه يسوق شبه جملة جملة واقية هاي جملة ما هي جملة واقية هذه لا شبه جملة بهذا مغشو وشارك هي مجرورك هي ظرفك أما الزمان هنقضى أمو مكان هنقضى شبه جملة محوية هاي وحوية هاي جملة وحقو تعلقه وحما حذوفه وقرصون وحا جملة لقديك كراه وحقلو لقديك كراه يعني اسم فاعله كراه لقديك كراه متعلق باك مكانه كحرين دبنا جملة معنى هيدو ليه هاي وهو يساق جار ومجرور وي وكي وحوص ربي كي الحوص ربي في المثالين واحد واثنين لبدا تصالي دي كو يلبا لبدا بوا جار ومجرور وظرف مكان وي في المثالين الثالث والرابع لبدا تصالي كسدح دي أفرتر وظرف مكان وظرف زمان ويان في المثالين لبدا تصالي الخامس والسادس لبدا سنو ظرف زمان دبنا أصل كي دبا هذو ظرف خبر نقضه أما زمان هنقضه أما مكان هنقضه أما أشار المشهور خبر نقضه وحلا هو خبر شبه الجملة ما ها خبر مفرد يسقونه القاعدة هذا بقى قاعدة دي أب يجندكي سلك وحياة هذا بلقى الدولية الخبر خبرك أو أي خبر المبتدي خبر كنالة كلا خبر إن يا خوات كذا كلا مركا خبر المبتدي بهار تلقاه ليه خبر كمبتدوه أو خبر كنالة وأخواتها وأصل خبر متدوم بمرك وراءها كالفتيس أما خبر كان يولا لهد أو خبر إنه وأخواتها أما إنه يولا لهد خبر كودو ثلاثة أنواع صدح بأكرا بحا ووها إنت با يسكوح راي كان يولا لهد متدية خبرون بيبدلين إنه يولا لهد نوالا ميت وصدح نوع واحد مفرد المدواء مفرد هذا مفرد كالك رواء محي ومد كليدي أمعنه هو وهو كالكليدي أهي ما هو خبر ليس آرهين جملة معها جملة وضرع ولا شبه جملة مد وضرع أجن معها هو مد كدو اثنين جملة اسمية أو فعلية أما وح نقطة جملة اسمية أم فعلية ثلاثة شبه جملة بو نقطة مد جملة وق جملة ما يسرن معها ومد جملة وق وهو وهي تاج جملة وقي الجار والمجرور وجارك يا مجرورك يوضرف الزمان وضرف المكان صدق هذا مد أنها تقدر تخبر كل كهرباء وجو وأشبه الجملة تدريبات والله ليسيو تدريب واحد ليس ككوبات ضع واحدك خطا حريق مري قال إنك قاضو تحت خبر المتدي متداها خبر كيسة هوستيس حريق مري في الجملة التالية جملتها صوص على خبر كمتديه إيه كتيرة هوستيس حريق مري وبين نوعه نوعي سعداء ما مفرد با ما جملة ما شبه جملة هل كالجملة دي واكوان نوع الخبر نواتا واحد القرآن قرآنك نزل وحكو سودكي على سبعة أحرف تضلق أيكو سودكي هل كاس واحد أرنيسا هرتا
نزل على سبعة حروف أي ظهر تحريق هوس مرنيسا وحال حكا دم كقريسا وجملة فعلية خبر كاسي الصيام صومك جنة وقاشان قفك خيلا لي النهار تقول عياذ بالله هي حمانتي مع سيادة بقى وحال مركا أرنيسا هورت جنة تحريق هوس مرنيسا حقا دم حاس كقريسا مفرد وخبر مفرد ثلاثة المسك مسك وحال إلى هذا أطيب الطيب أطيب الطيب وطيب وأدق وودقون مارت مسكو هكذا ما حد قول إيسان فحد قول إيسان أطيب الطيب إذا هو صدق إيسان وظن إنسا هو خبر كي يعني حاجة أنه مفرد بلاتك قول إيسان لماذا يري مدن هو خبر كي من دون مدافع له مالك خبر هو أطيب أون أطيب هو مدافع له للسعودة أربعة المسلمون ومسلمين تتكافؤ ويسرق أنت دماؤهم اللي يقودوا أو مكة لقارسنا هذو قفه مسلمي هاي أما هان قد قف يعني مدو أما قف عد أما قف كلي ويسودق مان أو مارت قف هذو قف دلو قف مسلم هذو دلو هكي يدو مرحطا ولا يسو خارجيني كو يري كوي مركا هو محايم كان أوحى لورنا يا تتكافؤ دماؤهم يا حريق وسط وسط قيسا وهذا هو جملة فعلية بعد مركا قريسا خبر كاس خمسة الولد للفراش المها كوغوشا إسكالي gogosha aya iska gogosha waxa lagu tilmaamaa marka qaar dumar ka laftooda gogoshu raaca ilmo oo waxaan la dhalayo hadii muran ka yimaado oo la isku qabsado deeki gabadh qabay ee gogoshan lahaa ilmahaani ka soo baxay ayuu mu raaca maxaa kan kale gogosha kale u geeyay isaga gogosha nimba gogolade kaasu mu raacay alwaladu lil firash gogosha ayuu ilmuhu raaca marka lil firash waa jaar iyo majruur وشبه جملات قريسة مركا ستة اليد العليا قعنت سراء يا خير كوناك بدن من اليد السفلى قعنت هوسي هلكا محادم في قريسة أفرسو خير بعد هوسي قيسة حريقة دبعدنا خير أمبا خبرة انت تنبوه كو تعلق قيسة دبعدنا حوال نسا خبر مفرد ويان سبعة المسلم أخو المسلم قفك مسلم كهي قفك كلا مسلم كهي وولارو دين تيكو ولا لوبين أخو بعد هوس قريسة الهوس حريق دقيسة مركا هو خبر مفردة واسماء الخمسة هي المسلمة دموا مدافليه مرمى لغو قلدامي كرا واحا كتا علوق يا خبر يا سيدا يمك خير او كلا كلي ديبو خبر يا انت كلا كتا علوق يسا اخو او قرى خبر المسلمة مدافليه لكن هو مفرد مركا سوى كلا ثمانية الملائكة تصلي ملائكة وحي ادو عيسى على احدكم اذن كميدة كميدة ابو النبي عليه الصلاة والسلام هدا المسلمين تتهين ما دام في مسلاه intu jooga halku ku tukaday halkeed imka marka xariiq dhigaysa tusalli ala ahadikum saasad uu hoos dhigaysa waxa loo dhigaa marka waa jumla ficiliya khabarkaas al umratu ila al umra 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 kale inta u dhaxaysa labada umro kafaratun waxay dhaafto ilahay ku dhaafa labada umro dhaxdooda lima baynahuma wuxuu dhixay qof haduu sanad ka umraysto oo dabadeedna oo sanadka dambe ku soo noqdo labada sanad ka dhan wixii dambiyeey yar yar ee ka dhacay ayuu umrada Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadduu ka aqbalo kaga mayra marka aan waxa dhageysa halkeed khabar halkeed xariiq dhageysa waxa dhageysa kafaratu ma hoos dhageysa marka waxa noqonaya waa khabar mufrad waa kafaratu oo kaliya 10 almuslimuna muslimiintu waxay ku sugeen cala shuruudihim waxa ay ku heshiyaan waxa ay shardi ka dhigtaan waana ay ka bixay sharciyan waxay balana shardi ah xarkaha la xidho shardigu waa xariiq xarkaha ay guntaan ee ay ku heshiin waxa ay waxaan u yeeli waaran ina furin ee sidii uu daayo hadaba ala shuruudihim ayaa ma ad hoos dhigaysa waxa la soo khabarun waa shibhu jumla way waa jaari majrur tadriib tani leelidka labaad baa waxa dhigta khadan xariiq mari tahta khabar naasiqi ee kan naasixa ee wax bedelaha dooriyaha ee mutadiya khabarka bedelaya ee ku jira fil jumla taaliya jumloyinka soo socda وبين نوعه خبر كنوعي سنة عدى إما كواحد كتير أنا واثق دي أما هو كاني ولا لهيد أما هو إني ولا لهيد ناس إخبار إلى دوري أما بدلي وحكي بدلي حكم كي خبرك هي مبتدا تبعنا أرت خبرك وبدلي يدك تبعنا نوع خبرك أنا شيك قل واحد كتير النبي محمد صلى الله وسلامه عليه إن كنتم تحبون الله هداد إلى هيت عشهين قال إلى هيت على هدادهين فاتبعوني صور راعة يحببكم الله إلهي بايدين شعلان كنتم كفر سواء كان دبعا اسمي جيدي ضمير بالحرة واتالة أما واتمت أو سعطبا إسراعي
ميم كو علامة تبع بالله هذا تحبون الله بعد خبرك هوس إيه هلك حرير وانا جملة فعلية مركا إكفرس وجملة فعلية خبر كني وخبر كي كان أو جملة فعلية نقضي أو مركا ولد خبر متدب وأصله تأها سينون قانوي وبدليسا اثنين إن الله يحب إلهي وحش عليه إذا عمل مركو شقيه أحدكم إذا كان كمدي عمل هذو هول يشققبته أن يتقنه إنه هجاتيو sida ugu wanaagsan uu qaban karo inuu qabto itqaanku waa sida ugu fiican ee adigu aad wadaad ah inaad waxba ka qarinin waxaanad garanayna shaqadiisa lama galo waxaad garanaysaa la gala waxaad garanaysaa aqoonta uu leedahayna si ugu wanaagsan aad u qaban kartaa loo qabtaa saasa laga doonaya hadaanad garanayna ma garanayaa la ilaaha inna allaha yuhibbu eegada innadu waa naasixi allaha waa ismigeedi yuhibbu idaa amal idaa amila ahadukum يحب بعض هؤلاء النساء. تبى أنه واحد النساء وجملة فعلية خبر كاسي إن وجملة فعلية. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وعلى غياب إلهي إنه أنت كذب أرنك لك إنه لعل الله ومن خواتك أنا تنسب الاسم وترفع الخبر. الله هو اسمها يحدث بعد بركة. هؤلاء النساء حرق خبر كيا وأنا خبر ومحيا جملة فعلية ونغني كنا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. إلهي بأي إيمانك إذن شعليسي لكن هو من أخواتي كان تنسب الاسم وترفع الخبر بعض النساء الله هو اسمها مركا حبب إليكم وخبرك وأنا جملة فعلية خبرك هذا ولا يزالون مختلفين مدين إيان ضدكم كما نسل قوريا إن إسخلاف سنادان ساسا إلهي خلاف قصيدة بيعدو دي أبور كوتي كدقي إسكو أركتم ماها إسكو إنما أركان إسكو وضا مصلحات ماها ما أركتين إسكو دقان يد بيعد ماها وإسخلاف سيهن يزال ومن خواتك كان وهل إذا ترفع الاسم وتنصب الخبر بالله هذا وهو اسم جيدي نون كنوا على مدى قدالك مختلفيننا وخبرك قصادك إيسا وخبر المفرد ومحيوى جمع مذكر سالم لكن ومفرد من خلقنا إنه مرينه أصبح المجد علمه كثير أصبح وحو النقضي المجد ننكي دذالك بدنا علمه أقونتيس كثير مدفر بضن بين نقطي أصبح هو من أخواتك ترفع الاسم وتنصب الخبر بلا إله المجد واسمه اسمها وي علمه كبير وحويا وجملة اسمية خبرك وجملة اسمية سبعة ألا ليت الشباب يعود يوما ميوي مال أن دلير نمو صور نقطة أدب الله على علي دلير نمو ده تذكر قبياك أهردمي مرك وينادين وسلوا واي ألا ليت الشباب يعود يوما ميوي مال صور نقطة مركا ليت وا من اخواتي ان تنسب الاسم وترفع الخبر ويان الشباب وا اسمها يعود يومنا وحا ويان وا خبركي وا جمله فعليه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل وحا الهي اوغيهي ان ادي هبينكي توكنيسو ان كدو صدح ميلود او لبا مركا ان ربك وا دركيسا ربك وا اسمك يعلم وا حريق هوس دغيسا وا خبر او جمله فعليه وليس ولست أرى السعادة جمع مال ولست أنوغ ميه أرى مدوار كأوية قانا السعادة اللي بانت ينلوش وناكسن جمع مال أنو قفو هانتي أروريو نلوش وناكسن انت أسنكم مجرتو وقلبك قلبك راحاتو كتي مادا نلوناو كي مادا مالكا ماها تشركا سيدا أود الحوالة أضرر صوت مالك تي راحاتو كمتي مادو راحاتو واحد كتي مادا كل كهرسي إيمانك هي عبادة هي قناعة هي مارة قفك وإلهي فهم سيو نلوشن معنى هيدا مفاتيح بإلا ده الله ينفره كوه خيرك مركا ما مالك مفره هول بسي كرية هدو بطنا وعكينا هكذا دامو يهيانا دي وحالد مامول كرين وكذا دي رفاضة أيو كينا مركا ماها ونعمه مركا دان لقيا لكن ماها معنى سيو نينك مال هيرارا موا سعيد ماها معنو ساما رعافي عم بوها يستاما هبو لي وحلو ولست ميه أرامد واركا سعادة اللي باتين وكوشي سمحي جمع مال إن حول الأوروريو مركا ليس ومن أخواتي كانت ترفع الاسم وتنسب الخبر وطاو اسمها ويان أرابا مركا جملة داسي أيها الحصدق سوى جملة فعلية خبرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد مساجد الله لسي إلهي باره تدكم ملها قريها المساجد عندنا مركا كل عابد إلهي اللي هي لها أنك عابد وأن المساجد أنه من أخواتي إن تنسب الاسم وترفع الخبر المساجد واسمها فلا تدعو مع الله أحدا جملة سنوى خبر كيو وحال هذا جملة وخبر
وخبر جملة فعلية فهم المسموع إما كان وحوي وحيل فهمي وحيل دقيسين لفهمه كان واقع عشرات لقي دقيسين بعد أن استمتع استمعت مرك دقيسين تكذب إلى النص هذا الكوتشرة عشرات أجيبك الجواب عن الأسئلة التالية سؤال أساس عندك الجواب تدريب واحد ليس كوبات أجيبك الجواب سيدك الجواب إسا بوضع علامة الصح واحد كذا الجواب إسا علامة الصواب علامة الصح هذا أثر أو خطأ أما علامة خلط أثر مشكلة الإنسان دفت قفك هايستا بنا آدنك ليست معها في قصر الوقت وقت وقير معها وإنما في طريقة تنظيمه دفت وحي كتاقنتهي وضد قفك أمريها وقت جان ونوليها إن دونوبة الله كدقي سيدو أقر شيسان لها دفت معها qof inuu ilaahdo waqtiga igu yar ee waxa dhibaatoodu ka taaganto qofku wax badan kaga baabaan waqtigan uu haysto suu qaabaysan laha taas waa sax inta badan waqtigu gacantaada kuma jiro inta doonaysay say tahay iyo xilliga adigu ma maamushid laakiin aad qorsheysataa muhiimah waxa aad qabsanaysaa iyo waqtigaad wax akhrisanaysaa quraan akhrisanaysaa waqtiga cibaadeysaa waqtigaad nasanaysaa waqtiga aad wardiiso yaani adigu waqtigaad shaqaysanayso inuu wax ku qorsheysan yihiin dhibta inta badan tahay kaga dhacda binaad ka wataa اثنين تحقيق العبودية إن الله بي إن الرمائي الضانم لله نقف إله الضان نقضى من الهداف الوسطى وهدف يدع وأوتشدوين كنحاء قارنكه سيان قارنك سريان تاسوا غلط وأهداف تقص الرئيسة موتشدوين كقفك بين آدم كلية هاي إنه الضانم ذي إله الرمائي والضان إله نقضى ما هقوى لحماها ثلاثة الدعوة إلى الله إن دتك إلهي لوغو باقا أو الدين تلوغو صحرا من الأهداف الكبرى ووشدوين كوغو وين كبرى وامحي ومؤنث أكبر وكوغو وين تاسواسح يقفق أولا إمنكرو إن قف داعي نغو أربعة علينا القيام وحينك واجب نغو أحيلنك ساريه إن الله نماض إن أسرك عنو قبرنو بالأعمال شقوينك التي نحبها كو اينغو اينو جعلن هي اولا كل كو هريسبا تاس وا غلط كو الهي جعل يحي ان لوو هريا هورتا صح واحد عشا غلط بو نكون كرا معصي نكون كرا هورتا واحد عشا مخو يها با او هريسا و حراما با بو نكون كرا ان لقبتا با حرام متاي مرك واخا وي اعماشا الهي جعل يحي ان ادو قبا هريسا كو اعماشا الهي جعل يحي با اولا ان لا بلا بايت خمسه على الانسان قف واحد دشيسا سارن تاخير الاعمال انو ديبو دغو شقوينك اسهلت اسك فدود لو ما باهنا عملكو اما فدود اما عسلاده وقتيس ديب لو ما دغو وقتي بو لي وقتيس مدودي ساون ست اتردد في اتخاذ القرار انو قف قرارات انو قف كنقنقدو انو غامدا قاتو بو اما انو قاتو انو كنقنقدو كدحي كل وايا يضيع الوقت وقتي غلميا وارنتي تاسينو اسدا haddu qofku ma yeesha ma iska deysa ma yeesha ma iska deysa oo dhaqan u noqoto go'aan ba kari waayo waqti badan ma kala waxaan ma qaban karo sabaa la calaaqata xiriir kama dhaxeeyo bayna tahdiidi al ahdaar inuu qofku qorsheeyo ujeedooyinka uu qabanayo tahdiid oo adeeyo calaamadiyo had uu sameeyo ka iyo ka iyo ka iyo ka san qabanayno iyo tanzim الوقت inu waqtigiisa qorsheeyo xilal kama dhaxayo taasina waa qalad ahdaaf marka ayinto tirada waxaanu qabanayna waxa iyo waxa iyo waxa jidoon la gaarayo hadaan waqtiga lagu qabanayna de qorsheeyna hataa isaga waqti loo sameeyo ilaahda waqtiga waxaanu qabanayna sheyga waxaanu u maraynaa wadooyinka waxaanu ku dhamaanayaa mudada marka inaad adiguna waqtigaaga qorsheeyso saal hawshaan u fuliso ma kala marmayaan taasi markaa waa wixii sax iyo qaladii saasa loo kala saaraya tadriib tani leeliska labaad ikhtar waxa doorata al jawaab al munasib jawaabta meesha ku haboon dooro waahid tanaawalu al maqalatu maqaladani waxay ka hadlaysaa mawduuca arinka ah mawduuc arinka ah maxay ashaab al himam al aaliya dadka hamiga sare alif ashaab al himam al aaliya arinta aan ka hadlaynay ashaab al himam al aaliya dadka hamada sare leh dadku way kala han sareeyaan dadka hanka sare leh bay ka hadlaysaa
waxay ka hadlaysaa al waqti bay ka hadlaysaa idaaratul waqti bay ka hadlaysaa waqtiga si loo maamuli lahaa waqtiga asalkiisa ka hadlaysaa oo xilliga ah meesaad waqtiga u maamuli lahayd bay ka hadlaysaa mee waxa ka hadlaysaa dadka ahdaafta sare leh waa ta hore in ka soo baxnay uun waxa weeye waxay markaa ka hadlaysaa dadka ahdaafta sare leh ayay aan ujeedooyinka waaweyn xambaara ee wax weyn doonaya inay gaadhaan ayay ka hadlaysaa balanayna oo dadkaasa waqtiga nidaamsada dadkaasa haddii ilaahay idmo maaragtay cibaadada ilaahay ku hamiya dadkaasa dacwada qaada dadkaasa acmaasha fuliya dadkaasa go'aama qaata waxaanu ka helnoo dhammay dadkaasa intu qorshe samaysta waqtina u samaysta marka waxa weeye dadka ahdaafta sare xambaarsan bay ka hadlaysa itniin yashku waxay ka cawdaan oo ay had iyo jeer cabasho ka soo jeediyaan asxaabulhimami alcaaliya dadka hamiga sare xambaarsan ee maskaxdoodu ay ka guuxayso inay go'aamo waaweyn fuliyaan dadka maskaxda ah ay ku jirto waxay cabasho had iyo jeer ka cawdaan alif qisaru cumri waqtigaa igu yar buudhaa intaan nool ahay baa yar oo wixii aan doonayeyba anuun gaarin baan ka dhimanayaa ayay ka cawdaan waxay ka cawdaan maya ee kasratu dumuxaati isaga oo waxa uu higsanayaa ay badan yihiin oo wixii baa ku bata haddii ilaahayd ma uu higsanayay wuxuu ka cawdaa duul waqti baan ujeedaa ba duul waqti waqtigaa igu dheer ayuu ka cawdaa jim cadamu tandiim alwaqti wuxuu meel ka cawdaa inta badan diiqul waqti buu horta ka baqdaa marka hore ha waqtigaa igu cidhiidhiya duul waqti waqtigaa igu dheer cadamu tandiim alwaqti inaan waqtigii habayn karin oo aanu qorsheyn karin waqtigiisa howlaha u qaybin karin ayuu ka cawdaa waxaa laga yaabaa qofka hamiga badan intiisa inta ugu badan inay waqtigu uu cidhiidhi ku yahay oo waqtigu howlahan uu doonayo fulin lahaa inta badan qofka hamiga badan hadduu qofka naajixa yahay wuu habaysan karaa waqtiga laakiin dhibta waxay ka qabsataa inta badan waqtigii howlaha uu kalama lahaa ayaa ku cidhiidhi noqonay talaata mushkilatu linsaan dhibta ka haysata qofka macalwaqti xagga waqtiga alif waa qisaru cumrihi cumrigiisoo gaaban uu qofku in yar nool yahay ba kasratu dumuuxaatihi waa hami waa higsigiisa iyo waxuu ku hayaamayuu doonaya inuu qabto ee imal awaalka iyo maankiisa ku jira oo fara badan oo haday doonaan sjeeraya cadamu takhtiit jiim cadamu takhtiit qorsho la-aan marka taas u dambaysa weeyaan haddii aanu qofku qorsho lahayn xagga waqtiga dhib baa kala soo gudboonaata waa saynu u badan nahay waqtiga waxaa lagaga faaiysaa un qorshe haddaan balaan jirin waqtiga isee doono logama faaiysan karo uu socon kara uu iska socdaa marka taasaa ugu dhib badan oo insaanka bini aadamka waxa dhib ku ayaan waqtigiisu qorshaysnayn oo laga yaaba inta soo toosan inuu usocdo ba inaanu gelin wax alaalo wuxuu u socdaba inaanu uba caddaynba waana waxa mushkiladda inagu ah oo iska sooco uun oo cidu doonaba iskala joogsado qof walba iskala sheekaysto meel dhexa iska fadhiisto meeshuu ka soco iska joogsado aanu xaggan uusan mid kale iska raaco haddana mid kale xaggaas un raaco oo aanu xaggeed ku socotay iyo hadaf lahaaba markuu soo kalahay mid baa kasoo horbaxa kiibuu raacaya ku kale uu ka tegayaa haddana ku kale arka kiina uu raacaya haddana meel buu iska fadhiisanayaa aanu kuma socon haddana meeshiisi waynaanu tegin baa laga yaaba wuxuu doonayaba soo qaban markaas siduu uu naanaabayo u wareerayo u kolba meel u meeraysanayo unbuu waqtigiiba dhamacanayaa ilan qorsho kuma socda nidaam oo waxba uma nidaamsana waa dhibta ugu weyn ee nolosheena imanka inaga saamaysay gaar ahaan ee aynaan si aan uga baxnay garanayn si allah si aan uga baxno dhaqan ba inaga noqotay qorsho la-aantu waa dhibta ugu weyn ee taagan ee qofku inuu mar dhaliyaaba yaraanayso halka hadduu iska fadhiiso qur-aanka xafido wuu xafidi karaya haddaan usoo qalahayn hadduu ilmihiisaa wax u dhego waxbuu soo saari karayaa hadduu wardiga halkaa la fadhiisto waxbuu qabanayaa hadda shaqo ma hayaba kale shaqo ka weyn baa ma jirtaba bilaa camalba ma jiro qof muslim ma noqdo waa lagule gebigiisu hadaba laakiin maxaa bilaa camal ka dhigayaa haddaanu tababarna lahayn tarbiyadna lahayn qorsana aynaan lahayn bilaa camal buu qofu noqonay arbaca طلب العلم
cilmiga inaad baadi doontood wax barataa waxay ka mid tahay min alahdaafi ujeedooyinka qofku xambaaro oo kala amahay alif alkubraa kuwa ugu waaweyn adduunyada ayuu ka mid yahay, baa alwustaa waa kuwa dhexe ee qaar ka weyn qaarna ka yar yihiin, jim asgraa waa kuwa ugu yaryar. Waxaanu qaadanaynaa alkubraa ujeedooyinka qofku uu ku hamiyo ee uu higsado, kuwa ugu waaweyn ayaa cilmiga barashadiisa ku jira. Khamsa, biru lwaaliday, in loo sameeyo falaa waalidka labada ku dhalay min alahdaafi ujeedooyinkay ka mid tahay laga baahaya loo baahanyay qofku in la yimaado alif alkubraa ugu waaweyn, ba alwustaa waa kuwa dhexe, jim alsugraa waa kuwa yareer, alkubraa iyaguna weeye waa kuwa ugu waaweyn in labada waalid loo soo falaa ee qofka muslimka xambaarayo. Sita mawduucu haadihi almaqaala, hadalkan aan imanka ka hadlaynay arrinta uu ka hadlayaa waxa weeye yuhimi wuxuu khuseeyaa oo uu ku saabsanyahay. Yuhimi waa maxay? Wuxuu ku saabsan yahay oo uu khuseeyaa oo uu la hadlayaa ayo mawduuca aan ka soo sheekaynaynaa. Alif asxaab adumuuxaat, dad kale hanka, dumuuxaat waa hanka iyo higsiga qofku uu leeyahay dad kale, ama madaxnimo doonaya ama cilmi doonaya ama maal doonaya ama magac doonaya, dad baa had iyo jeer wax ku hamiya oo doonaya dumuuxu inay xaqiijiyaan. Dadka hamigaa leh ayaa waxaan la hadlayaa, aan ka hadlayno waaye. Wuxuu ka hadlayaa caamatunnaas, dadka guud, ummadaba bini aadamkaba isdhexyaacaysa ee ku hami leh iyo ku aan lahayn iyo ku hanla iyo ku aan higsi lahayn iyo waa dhammaantood. Jim annaas jamiican, dadkoo dhan, caamatunnaas jamiicannaas, annaas jamiican, caamatunnaas dadka yacni intiisa badan iyo dadkoo dhanba. Imaga waxaan ka hadlayno oa waxay la hadlayaan dadka dumuuxaad kale, haddii waqti la qorsheynayo, haddii go'aan la qaadanayo, haddii hadaf la fulinayo, waa dadka wax u qoran yihiin ee hami iyo maskaxdooda wax ku jiraan. Dadka si caadiya u nool maaha, ma khusayso arrimahani. Dadka caadiga waxbuu cunaya, waxbuu cabaya, shaqadiisu tagu ka tegaya, wax yar buu qabta, waxba uma qorna, wixii kasoo horbaxana wuu iska cunaya, wixii uu qaban karana wuu qabanaya, qofku doonana wuu iskala soconaya, goorta doonana wuu iska raba, wuu iska seexanaya. Kaamaha kuwa lala hadlaya waa dadka sawir maskaxeed ee ku jira maskaxdooda, sawir baa ka muuqda. Sawirkaasi siduu u gaari lahaa ayuu had iyo jeer dhibo ka haysataa oo uu qorsheysanaya mar walba. Dadku xataa hadday sheekaysan ma maqlaya qaarkood, qaar baa qoro yaadaka waad idhaaftay baad talaabin, soo ku seegiya kuma arkayo. Dadka caynka muxuu ku arkaya sawir masaxaysan ku jiru arkayaa isagu ka fikiraya, le waa caynka sidaa halkaa kaga dhufo, sidaa dheh, sidii kii labada dheri jabiyey ee isagoo laba dheri sita, geeli uu dhaqayay, labadii geel u dhaqayay, waa nin sawir situ aha, laba geel buu dhaqayay, laba reer buu dhisay, laba dheri buu soo iibinaya, labada awraa qoraa isku soo yaacay, ayuu kale kala qabo, laba dheri buu isku dhuftay, waasuu baraarugay. Xulan baa ku jira ninkaas, hami buu leeyahay, waxaa ku jira hami oo maaragtay isaga u sawirnaa dadka caynkaas ahayn ku arkeen iyo xoolihiisan jabinaya, isagoo kaa kale ka fikiraya. Dadka laga hadlaya waa dadkaa, dadkan iska socdo maaha. Dabadeedna wuxuu yidhi ahamu ahdaafi almaadiyiin, dadka maadada u nool ee xagga aanu ruuxda, xagga ruuxda maaha, xagga jirka u nool, waxa ugu muhiimsan ujoodooyinka ay fuliyaan dadkaasi alif talabu alcilmi, inay aqoonta baadi doonaan oo cilmiga waqtiga ku lumiyaan, ba alcamalu wanashaad, shaqada iyo firfircoonaanta, jim talabu almutca, inay raaxada ideyaan. Qof hadduu maadi yahay raaxaduu jecel yahay, wax la cuno iyo wax la xabo iyo xerasho iyo waxa la mid ah iyo waxaasu maadada, maado oo waxaan ku horyaala ee maaragtay wax la cuno leh, wax la cabo leh, ee qalabkan iyo materiyalka lagu isticmaalayo noloshan, qof waxaa xiiseeya isagu raaxadu jecel yahay. Tamaaniya mushkilatu tandiimi alwaqti, dhibta ka taagan habaynta iyo qorsheynta waqtiga. Mushkilatun waa dhibaato, alif qadiimatun hore u jirtay oo imika aan jirin masalan, ba xadiisatun waa dhib imika uu jirta oo cusub, jim qadiimatun wa xadiisatun horena way u jiri jirtay imikana way jirtaa. Tan baynu markaa qaadanaynaa u dambe. Adduunyada mar walba geed walba in gubtaa hoos taal, horena way u jirtay mushkiladaasi in waqtiga la qorsheysta ah, imikana way jirtaa, waana jiri doontaa, waayo waa wax taagan oo nolosha qofka la falgasha oo la da'a, oo mar walba qofku wuxuu u baahan yahay inuu qorsheysto waqtigiisa mar walba iyo da' kastaba iyo goor kastaba.
تدريب ثالث ليلة كصدحات أجب على الأسئلة التالية باختصار كجواب سؤالها صوص عضو سكوبا واحد أيهما تقدم كيبة الرئيسينيسة العمل السهل عمل كفوتو شغطة فوشير أو مستعبة أمر شغطة أرك ولماذا وايو واحد كل كاكوها بوطهي كل إبا هذه شقة أي قوتها ما تفضل بها الرئيسينيسة مستعبة أرك كل بطة دن تكجرتو marka qaar wax laga yaabo hadaa taada isku qaadiyaan diye jabtood wixii dhaqa jikir weeyd oo xaqa yar inaad ka soo bilowdo hadaa imka cilmi qaba is leedahay oo meel aanad gaarin aad ka bilowdo deew dhabar jab ku dhici kara kul baalka ka dhowdahay hadii arinta muhiim ay tahay inaad adag horta qabato shaqo tahay tani ha ku dambeeyso waa halkeeda hadii tayari ay albaab tahay oo hore furaysana kulbada muhiimka ah laga dhaqaajinaya itniin ayuhuma tuqaddimu al-amal al-aajila labada keebad horumarin amalka degdega ama shaqo degdegon ku sugeey ama al-amala ghayr al-aajil misaa amal aan degdegin tan waa cadaw limada midalan shaqo waqtigeedu taageeyo haday dhaafto aan la soo qaban kareen iyo shaqo waqti dheer haysato oo waqtiga duntaad qabsan karto keebad horaysin de tan degdegaysa horaysinaysa taasi ee fursadeedu lumayso waxa kale uu yiri ثلاثة أيهما تقدم كيبات الرئيسين أم العمل الشقة الذي تحبه ما الشقة تعسى يبات الرئيسين وطقبن أم الذي تكرهه مساء الشقة نعبتها ولماذا نفط هذه يشير روحك الشقين كتوحة تعسى هاي عمل أن يدبؤ هين أو كن يتشبين أو الشقة بعد كن عيسو هي عمل أن تعسى هو هواية دادي هو بقاقة وأتسي وذي كرسة كيبات قادة كات تعسى هاي يعني حتى ما دون كان دقنا سعلم كسو قاد كاتي عشا هاي بعد ياد برنس كاساك غلبي كيني كري أربعة أيهما تقدم لبدا كيبات هرقبا أما حتى حتى دونسا كيبات دونن الذي العمل الشقادة الذي شقادة تتقينه أتسفي عنه تقان ود علمي جيد يا خبرت دي دلاء هاي أمي الذي لا تتقينه شقادة أنت قرنين با كما حيثوك يا ربا شقادة هدارت قرنين با ما قبن كرتيدي شقادة أتقانه aya de qaadanaysa aqoonteeda leedahay wali maada eedanno wax ka tarasay soomaadana wax uga tarayso khamsa alqiraatu ghayr almufida akhris an faa'ida lahayn tudii'u alwaqta waqtigeel lumisa wadh dhalik bal waxa cadaysa arinta akhris baad akhreysa oo faa'ido ka soo baxayaa ma jiro waa waqti lumis shayga hadaan wax ka faa'ideen ha akhriina waxa wax ka faa'ideysa akhribu kulli aziyaratu بوقشوينك المفاجئة دقدقة ايان قرشي اثنين تضيع الوقت وقتك يدون المساء وضح ذلك انت عاديه واتيبك ان يشيقني زيارة يعني بوقشاء قرشي اثنين او مالكو قفك ونظام ليه هاي انو كبيقين ميل الهبلاية ساعدة انت انو قفكا صواب بوقضه اما ميل تقو ليه هاي او تشدن او كل يوحي دون طبعه نقوتها داني هاي وهالكا اسكتك كان اسكت راع هبل الحق نراع وان قرشبا هين ووقت المساء deenan nidaam ma lahayn qorshaha go'an ma habaysnaanayade hadda aad meel siyaareeyso oo booqanayso waana jadwalkaaga ku jirta ayuu leeyahay waa qorshayaal inteena badan aynaan gaarin al ijtimaa'atu shirarka eegada ghayr al mufida aan wax tar ka lahayn ee ma dhaleyska ah tudii waqti waqtigeel lumisa dawa shirarka ma baqaynta la isbii maad la fadhiyo ana huu haadaas loo lagu jiray ama mishriisada la fadhiyo Soomaaliye waa shir de lagu murmayo maanta oo dhan oo fadhi ku dagaalan oo dal la wadaayo oo muran iyo khilaaf iyo waxa mooyaanay wax ka soo baxayaaba waa madalays oo waqti lumisoon waqti qof wax taqabsan laha ama cibaadeysan laha ama wax baran laha ama shaqeysan laha unba baba aya adamu taqdid qorsho la'aantu hadaan qorsho lahayn yudayicu alwaqt isna waqtigu lumiyo warn hadaan amalka aad qabanaysa mid qorsheysan maalintii ahayn oo aad saxayso wixii qabsoomay wixii aan qabsoomin aad calaamad saarayso hadaan isa ahayn inagu ma lihiin inteena badanay kaasna waa waqti lumiso yaani meel aad kaga hagaagto madax iyo mijma kale aqraysidaad iyo fikirkaagu waxba kuma saxna waxna kuma cada waana waxa keera in badan qofku waxba qaban kari waayo maxaan qabanayaa maanta hadaan jirinba ila maanta aan dhalanay hadaan maxaan qabanayaa ku socono algeed gaali lahayd meel ilaahay ugu yabad gaal leh kuma socono marka dabadna waxba kuma qorsheysnaba
وقتك أمرك ألمه تدريب رابع والله إليس كأفراده لخص صوكوب هذا بأضو ما استمعت إليه واحد جيستي من موضوعي إدارة الوقت أرنتي أحيد مامل كوقتك إنه كهذا إنه قف وقتك سمامله أيان وحكت المام إني أريدني أيكك ما هي الموضوع وين وأنا صوق هذا إني يقابس يرى قوم بوصوق هذا هذا موضوع عاسو عليه اللي نقول يديني واحد أحيان يسقوا إني يرونها سيدا وقت الله مامله هذا بأضو سكوا بنا وكهذا مامل كوقتك يقرشين تيسا والله أعلم بالصواب وبالله توفيق.